تعالوا نشوف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الأستاذ شادي زلطة معانا على التليفون. مساء الخير يا أستاذ شادي. مساء الخير أستاذ يوسف، تحياتي ليك وللأستاذ المشاهدين. يا أهلا بحضرتك يا فندم. في البداية خلينا نتكلم عن جهود السيد الوزير النهاردة في إطار متابعته للعمليات الامتحانات. النهاردة كان عندنا جغرافيا في الأدبي وكيمياء في العلمي، الأمور كانت عاملة إزاي النهاردة؟ طبعا هو الحقيقه ان يمكن الدكتور محمد لطيف كان حريص النهارده طبعا على توجيه رساله واضحه بحرصه الشديد على متابعه واستمرار كافه الاجراءات الخاصه بامتحان الثانويه العامه كما هي بدون تغيير، ويمكن بالعكس كان في رسائل محدده اكد عليها متعلقه باهميه بذل مزيد الجهود لضبط وانتظام سير الامتحانات والتاكيد على تنفيذ كافه الاجراءات ذات الصله المتعلقه بعدم التاخر في تسليم الاوراق الامتحان نفسه او ورق الاسئله مع بدايه الامتحان، تاكد من وجود كتاب المفاهيم مع الطلاب، الانتظام واجراءات التفتيش الخاصه على البوابات وغيرها من الاجراءات المعتاده اللي يمكن بنعلن عنها مرارا وتكرارا. ولكن الحقيقه ان يمكن يعني هذه الرساله هي رسالة طبقانة وتأكيد على أن كل الإجراءات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة مستمرة كما هي بدون أي تغيير، تأكيد أيضا على أن الوزارة حريصة على التعامل بحزم مع أي حالة قد تخرج خارج الإجراءات التي تؤكد على سلامة انتظام سير الامتحانات. ويمكن احنا النهاردة على مدار الفترة الزمنية للامتحان كان في تعامل سريع ومباشر واعلان بشكل مستمر عن كافه الحالات الغش الالكتروني اللي تم ضبطها خلال سواء امتحان ماده الكيمياء او امتحان ماده الجغرافيا، واطلاع الراي العام عليها ووسائل الاعلام المختلفه كان بشكل سريع جدا، يمكن ده تم خلال الفتره الامتحانيه وليس بعد انتهاء الامتحانات. كان في بعض الشكاوى، اكيد لا يعني الامر لا يخلو من بعض الشكاوى، ان في بعض اللجان كان فيها تم تسليم الاوراق الاسئله نماذج الاسئله في وقت متاخر والطلبه ما خدوش الوقت الكافي للتعويض. هو الحقيقه يمكن احنا يعني غرفه العمليات لم تتلقى شكاوى من هذا الامر، ولكن خلينا اكد لك ان التوجيهات الصارمه بخصوص هذا الامر لو في حاله وجود اي اجراءات قد تسببت في تأخر تسليم ورق الأسئلة لمدة بسيطة بعد موعد بداية الامتحان، هو الطالب بياخد بعد موعد انتهاء الامتحان نفس الفترة الزمنية عشان خاطر ياخد حقه كاملا في عدد الثلاث ساعات الخاصة بيه الامتحان. ولكن يمكن احنا يعني في متابعة مستمرة من غرفة العمليات والمتابعة دي بتتم في إطار تسلسلي وقيادي داخل سواء رؤساء اللجان من رؤساء اللجان الفرعية ومن خلال المديريات التعليمية وغرف العمليات المحلية داخل كل المديريات على مستوى الجمهورية. احنا بنتحدث عن 1986 لجنة على مستوى الجمهورية بيتم متابعتهم بشكل دقيق جدا من داخل غرفة العمليات المركزية. فخليني بس يمكن أكد لحضرتك ان هي اي شكوى بترد في هذا الامر بيتم التعامل معها في حينها، يعني احنا مش بننتظر ان بعد ما الامتحان يخلص ونكتشف الموضوع، لا، هو بيكون عندنا تقرير فوري وتأكيد ومراجعة ومراقبة على هذا الأمر لو في حالة أن هو حصل، وبالتالي بيتم التعامل معه فورا. جميل، يعني دي رسالة طمأنة مهمة جدا أن التعامل مع الشكاوى بيتم في لحظتها. طيب خلينا نروح للفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي إذا سمحت لي طبعا نتكلم عنه، لأنه هو طبعا المسؤولية الناس على طول بتتكلم على وزارة التربية والتعليم. تعاملتوا مع الامر ازاي وتم التحقيق فيه ازاي وتم الوصول لايه؟ هو طبعا بمجرد يعني يمكن بعد يمكن دقائق معدوده جدا من رصد الفيديو ونزوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كان الحقيقه فيه تعامل سريع جدا من الوزاره مع هذا الامر. اولا تم تحديد مكان اللجنه او التاكد من صحه الفيديو اذا كان يخص فعلا امتحانات العام الحالي او امتحانات خاصه بالعام الماضي او حتى الفيديو يكون مفبرك. تم التاكد سريع من هذا الامر في يمكن خلال دقائق معدوده، وبناء عليه كان في توجيه من دكتور محمد لطيف بتشكيل لجنه خاصه لتصحيح اوراق اجابات الطلاب بالكامل في اللجنه محل الواقعه. وايضا يعني كان في تاكيد على انه في حاله ثبوت صحه الغش الجماعي وتطابق الاجابات ما بين الطلاب هيتم الغاء الامتحان لكل طلاب هذه اللجنه واعادته تاني في الدور الثاني لهؤلاء الطلاب. ولكن خليني اكد لك استاذ يوسف، هو هنا احنا كوزاره بنقوم باجراءاتنا في مسؤوليه مشتركه مع اولياء الامور، فبالتالي هم لازم يتحملوا معانا المسؤوليه في هذا الامر. بالظبط، ويمكن ده اللي انا قلته في التقديم بتاع المساله دي، ان هو هل ده يرضي اولياء الامور؟
بالظبط ان احنا بالظبط نوصل للمرحله دي. بالظبط. احنا كوزاره بنقوم باجراءاتنا كامله ولن يظلم احد من الطلاب، لن يظلم احد من الطلاب. ويمكن عشان كده احنا اكدنا على ان فكره ان يتم تشكيل لجنه خاصه لمراجعه كل الاجابات الخاصه بهؤلاء الطلاب، عشان نتاكد ان هو لو في حاله تطابق الاجابات ما بينهم يبقى اكيد في غش جماعي حصل. فبالتالي احنا يمكن هذا الاجراء تحديدا هو حرصا من الوزاره على مصلحه هؤلاء الطلاب، حتى بالرغم من هذه الواقعه، ولكن احنا لن نقبل الا بتحقيق العداله وتكافؤ الفرص ما بين الطلاب، وهذا الامر الوزاره حريصه عليه في كل امتحان. ويمكن كم الاجراءات المكثفه اللي بتاخده الوزاره من جانبها هو تاكيد على هذا الامر، فبالتالي لن نسمح بوجود اي امر يعوق هذه الاجراءات او يتسبب مثلا في اظهار صوره سيئه للاجراءات المنظمه لامتحانات الثانويه العامه. طيب علشان نضمن تحقيق العدل والمساواه بين الطلبه، الامر ده هل يمكن تداركه فيما بعد ما يتكررش تاني؟ لان هو خلينا اتكلم مع حضرتك دلوقتي، اللجنه لو ثبت ان في غش جماعي، طب ما هو ممكن يكون في طالب موجود اصلا كان بيحل ده وهيعيد الامتحان. هو الحقيقه طبعا يعني بما ان الامر تم بهذا الشكل يا استاذ يوسف، فبالتالي هو اصبحت اللجنه ما فيهاش نوع من الانضباط اصلا. يعني معاك. هو ما يعني احنا خرجنا دلوقتي عن الاطار المنظم الطبيعي للجنه الامتحانات، فبالتالي اصبحت المعايير الخاصه باللجنه الامتحانيه دي غير موجوده، ما فيهاش انضباط. اه طبعا. فبالتالي هيكون الاجراء جماعي، يعني هذا الامر منتهي. هو يعني احنا آه بس احنا يعني بنحاول نفصل الموضوع كله علشان ده موضوع مهم جدا لكل اسره، حضرتك عارف، وكل واحد عايز يطمن على ابنه في امتحانات الثانويه العامه، ونتمنى ان المشهد اللي شفناه النهارده ده ما يتكررش تاني. وصدقني يا استاذ يوسف، الاجراء اللي خدته وزاره التربيه والتعليم النهارده كان اجراء سريع للغايه، يمكن ما تجاوزت اكثر من 10 دقائق بعد اثبات صحه الواقعه، ويمكن كان في تعاون كمان مع جهات معنيه اخرى، يمكن احنا بالظبط عن وزاره الداخليه كمان تعاونت معانا بشكل كبير جدا واصدرت بيان بعد ذلك فيما يخص هذه الواقعه ايضا. فالحقيقه ان التعاون والمشاركه في المسؤوليه ما بين وزاره التربيه والتعليم وكافه الجهات المعنيه بتقوم بدورها بشكل كامل. احنا طبعا الجهد مشكور، لكن ده دورنا لازم نقوم بيه، وان شاء الله يعني تعدي الامتحانات بقى على خير، يعني هانت خلاص ان شاء الله. انا بشكرك جدا الاستاذ شادي زلطه المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني، كان معانا على الهواء مباشره.